بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. درسنا اليوم حساب المساحة باستخدام قاعدة الطرف الأيمن والأيسر لقاعدة المستطيل. طبعا إذا جاءك سؤال بهذا الامتحان أو بالامتحان، إذا قرب مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الدالة اف اكس تساوي اكس تربيع والمحور اكس في الفترة المجال من الصفر للأربعة باستعمال مستطيلات عرض كل واحد منها كم؟ إذا وحدة واحدة. استعمل قاعدة الطرف الأيمن أو الأطراف اليمنى ثم اليسرى لقواعد المستطيلات لتحديد ارتفاعاتها، ثم حساب الوسط إذا للتقريبين، حساب المتوسط تقريبين. نعم، طبعا إذا كان لديك هذا السؤال بالامتحان فالمقصود بقاعدة الطرف الأيمن، إذا نأخذ المستطيل، المستطيل الأول الصغير هذا، إذا الطرف الأيمن له كم؟ واحد. المستطيل الثاني الطرف الأيمن اثنين، الطرف الأيمن المستطيل اللي بعده ثلاث، الطرف الأيمن المستطيل اللي بعده أربعة. وكل المستطيلات، عرض كل مستطيل لو نظرنا بهذا الشكل سنجد أن عرض هذا المستطيل الأول كم عرضه؟ واحد. المستطيل الثاني عرضه إذن واحد. المستطيل الثالث أيضا عرضه كم؟ واحد. إذن كل مستطيل من هذه المستطيلات عرضها واحد. طبعا لو حسبنا مساحة المستطيل الأول وجمعنا لها مساحة المستطيل الثاني والثالث والرابع نحصل على مساحة الشكل، صح هذا الكلام؟ نعم. إذا لنرى كيف باستخدام المستطيلات أستطيع حساب المساحة. إذا الحل سيكون على الشكل التالي. إذا نقول بأن المستطيل الأول مساحته العرض، الطول ضرب العرض، عرضه كم؟ عرضه واحد. إذا طوله F الواحد. F الواحد ممكن نجيبها نحن من الشكل أو ممكن نجيبها من وين؟ نعوض بالدالة Fx تربيع، بدل X نحط واحد، واحد تربيع يعني واحد، واحد ضرب واحد شو يساوي؟ يساوي واحد. نفس الكلام يكرر في المستطيل الثاني، المستطيل الثاني عرضه واحد لكن القاعدة اليمنى له اثنين، إذا F الاثنين، F الاثنين إما بالتعويض بالدالة أو من الشكل، راح يكون الناتج كم؟ أربعة، لأنه 2 تربيع 4، 4 ضرب 1 1، وهكذا يكرر هذا الكلام. 1 عند F الثلاث راح يكون 3 تربيع 9، 9 ضرب 1 يعني 9، بعدين راح يكون عندي 1 مضروبة ب F الأربعة، و4 تربيع راح يكون 16 مضروبة ب1 يعني 16. إذن المساحة الأولى اللي هي مساحة الطرف، مساحة هذا الشكل تساوي مجموع المساحات للمستطيلات، 1 زائد 4 زائد 9 زائد 16 راح يكون الناتج 30 وحدة مربعة. الآن قاعدة الطرف الأيسر، الطرف الأيسر للمستطيل الأول عند الصفر، عند الواحد، عند الاثنين مستطيل الثاني، وعند المستطيل الأخير راح تكون الطرف الأيسر هو عند الثلاث. فنجد أن المساحة ستكون مجموع المستطيلات. إذا عرض المستطيل الأول واحد مضروبة بإف الصفر، وهنا الصفر تربيع يعني صفر مضروبة بواحد الناتج صفر. إذا نستطيع أن نقول أن واحد أيضا عرض بإف الواحد، سيكون الناتج عندي واحد، وهكذا واحد عرض المستطيل بطوله اللي هو إف الاثنين، إف الاثنين اثنين تربيع يعني أربعة، راح يكون الناتج أربعة هكذا. وآخر شيء راح يكون عندي واحد مضروبة بإف الثلاث، وإف الثلاث لدينا هنا ثلاثة تربيع تسعة مضروبة بواحد يعني تسعة. لو جمعنا المساحات بالمساحة الثانية، إذا مساحة الطرف الأيسر هاي استخدام الطرف الأيسر عفوا، سنجد أن صفر زائد واحد زائد أربعة زائد إذا تسعة راح يكون الناتج كم؟ 14 بهذا الشكل. الآن حتى أحصل على مساحة تقريبية بين باستخدام القاعدة في الطرف الأيمن والأيسر، نجمع المساحتين ونأخذ متوسط الحسابي، يعني نجمعهم ونقسمهم على اثنين. إذا سوف أضع خط هنا حتى نستطيع أن نصل إلى الخلاصة التي سوف أكتبها بلون مغاير. إذا نستطيع أن نقول أن المساحة التقريبية A تساوي إلى A1 طبعا زائد إذا A2 تقسيم كم؟ تقسيم 2، راح يكون الناتج طبعا بهذا الشكل، إذا 30 إذا زائد إذا 14 تقسيم 2، راح تطلع المساحة لدينا تساوي بالنهاية 22 وحدة مربعة وهو المطلوب. إذا هاي ملخص بسيط أو فكرة بسيطة عن استخدام
قاعدة باستخدام قاعدة الأطراف اليمنى واليسرى بحساب المساحة. أشكركم على حسن الاستماع وإلى لقاء آخر في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.